تدخلون هذه المدرسة التي نطمح إليها. إذا إبداعاتكم غتكون من خلال الأفكار التي تمت مناقشتها، والاقتراح ديالكم غادي يكون واضح. واضح الأمور؟ السلام عليكم، معكم استاذه سميره ياسيني، استاذه باعداديات بنتنا الثانويه. نحن بصدد اطلاق ورشات الخيال الابداعي الخاصه بالتلاميذ الثانوي الاعدادي في اطار الورشات الوطنيه المشاورات الوطنيه من اجل تاسيس او خلق مدرسه ذات جوده. نعم، إذن بالنسبة للمضمون ديال هاد الورشة هذه والسياق ديالو في إطار تنظيم منظومة الإصلاح الوطنية تنظيم منظومة الإصلاح. لمنظومة الإصلاح، هاد الورشة هذه بالخصوص يعني موجهة للتلاميذ الإعدادي، كنهيئوهم ولا كندربوهم باش هما كيفاش كيشوفوا المدرسة في المستقبل، المدرسة اللي كيعيشوا فيها اللي كيتمناو يعيشوا فيها في المستقبل. يعني هنا كنطلقوا الخيال الإبداعي ديالهم، كنطلقوا لهم ذاك الإبداع لا كيفاش هما كيتمناو تكون المدرسه في الفيتور في المستقبل، يعني مون ليكول دو فيتور كيفاش كيشوفوها، وكيعبروا بوسائل مختلفه، يعني اي وسيله مودعه هما كيشوفوها راها معبره بالنسبه لهم غادي يستعملوها. كاين عندنا مجموعه ديال الورشات، ورشه اللي كتستعمل الحواسيب والانترنت، كاينه ورشات اللي بغاو يعدلوا لنا افلام قصيره، كاين ورشات اللي كيرسموا، يعني حسب الطريقه اللي كيشوفوها هما الطريقه اللي غادي توصل الفكره تاعهم. الناس اللي يعني مسؤولين في اطار الالتقائيه ديال تنزيل منظومه الاصلاح، نلاحظ بان هناك يعني تفاعل ما بين مكونات هذا المشروع، يعني خاصة فيما يخص هو تنزيل الحياه المدرسيه وجوده التعلمات، يعني بالنسبه كنلاحظوا بالاخص هو تنميه الحس الابداعي، يعني عند التلاميذ. نعم، لان هو شكون الهدف في التعليم وفي التعلم في جوده التعلم هو التلميذ، يعني المشاوره تنطلق من التلميذ تعود الى التلميذ كناتج كانتاج، يعني الهدف الاساسي والاول في هذه المشاورات كامل هو التلميذ. الو شكون اكثر، شكون اللي اكثر معرفه باحتياجاتي؟ اذا هو التلميذ. الو المشاورات دائما تلقات من 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 التلميذ الابتدائي الاعدادي، وهي مشاء ان شاء الله حتى طبعا مجموعه من التلاميذ في مجموعه من الاعمال التي قدموا من خلالها مجموعه من المقترحات لمدرسه المستقبل التي فعلا الكل يتمنى ان تحقق على ارض الواقع. هذه الورشات اعتمدت على تصوير شريط فيديو، تحديد مجموعه من الاقتراحات التي ممكن ان تلقى المدرسه المغربيه الى منصب او منصب دول متقدمه في مجال التعليم، اضافه الى وضع التقرير النهائي سيقدم في نهايه الورشه. نعم، والسياق اللي كياتي في هذه الورشات الخاصه بالخيال الابداعي بالنسبه للتلاميذ سواء الثانوي او الاعدادي، يعني السياق ديالو في اطار منظومه الاصلاح. هذه الورشه طبعا تدخل في اطار منظومه اصلاح التعليم، والتي تعتبر خطوه فعاله من اجل التاثير بالتعليم المغربي نحو الامام، واكيد ان جميع الاقتراحات التي سيقدمها التلاميذ هي في اطار الواقع الذي يعيشه والواقع الذي يتمنى ان يتغير، ودائما يبقى الهدف هو اصلاح التعليم المغربي والرقي بالواقع. يعني يلاحظ بان هناك عنصر الالتقائيه ما بين يعني المفاصل او المحاور ديال منظومه الاصلاح فيما يخص سواء الحياه المدرسيه
كنلاحظوا هنا تنميه يعني الانشطه والحياه المدرسيه. يعني هذا المحور هذا جوده التعلمات، ولكن عندها يعني علاقه مع يعني النهوض بجوده الحياه المدرسيه، وكذلك الارتقاء بمستوى ديال الانشطه والحياه المدرسيه. نعم، اكيد طبعا عندها علاقه بجوده التعليم وجوده التعلمات. وحتى بالنسبه للمؤسسه ديالنا اكيد السنه اللي ساعدت مجموعه من الانديه التي من خلالها اكتشفنا واحد الروح المشاركه ديال التلاميذ من اجل الابتكار، من اجل الابداع. واكيد ان هذه الانديه زائد مثل هذه الورشات ستساهم فعلا بالرقي بهذا التعليم وتحقيق الهدف من الجوده ديال التعليم. نعم، وبالنسبه لمستوى التفاعل ديال التلاميذ مع الورشات، يعني تفاعل جيد، الكل رحب بالفكره، مع العلم ان باقي التلاميذ كانوا يودون المشاركه للتعبير عن ارائهم لان الامر يهمهم. السلام عليكم، انا سعد يوسي ثانيه واحد دولي. اليوم كنت في الورشه ديال الخيال الابداعي، بالضبط في الورشه ديال الفوتوشوب. كننظموا الافكار ديالنا بواحد الطريقه ابداعيه، طريقة جرافيكية اللي غادي توصل الفكرة ديالنا باش نطوروا من الدراسة ديالنا ونجعلوها مكان أفضل وأرقى. نعم، والمجموعة ديالكم كيفاش كان التفاعل مع الورشة التطبيقية؟ يعني كيفاش شنو التفاعل ديالنا؟ كان منظم والتنسيق ديال الأساتذة أنا واعر، وكل شيء داز بخير، وكنشكر أنا تلميذة بسمة خريج من ثانوية إعداديات سينا، أشارك في ورشة الخيال الإبداعي. قمنا أنا وأصدقائي بعمل تقرير صحفي حول مواصفات مدرسة الجودة، وعملنا أيضا فيلم قصير يحث على المشاكل التي نعاني منها في المدارس المغربية. نعم، وبالنسبة كيفاش يمكن ننميو الخيال الإبداعي عند التلاميذ داخل سواء الأندية أو الحياة المدرسية؟ يمكن تنمية الخيال الإبداعي عند التلاميذ من خلال الورشات والنوادي التي تجرى في المدارس. أشارك في ورشة الخيال الإبداعي التي تضمنت فيلما قصيرا وتقريرا نتكلم عن مواصفات المدرسة المستقبلية. هذه المواصفات المدرسة المستقبلية كتعتمد بالأخص على تنمية الحس الإبداعي والثقافي عند المتعلمين. إذا بالنسبة لكم أنتم شنو علاش عملتوا الفيلم؟ علاش عملتوه؟ تحدث على